بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنكمل في سلسلة توتوريالز 101. ان شاء الله هنتكلم دلوقتي عن مشروع صغير كده، كان احد الزملاء الاعزاء طلب حاجة زي مديول اتندنس او الحضور والانصراف، او مش حضور وانصراف بالظبط. هو كان كل الفكرة ازاي هندل التايم عندي جوه الداتابيز، وازاي اعمل بروجكت بشكل بسيط قوي. فانا هشرح كذا حاجه او كذا توبيك مرتبطه ببعض، هو لوجيك اكتر من تريكس او مشاكل هتقابلنا. طيب الاول هعمل الداتابيز بتاعي ازاي. تعالى نعمل الداتابيز بسرعه كده، هو التوتوريال هيبقى صغير. انا عندي داتابيز اسمها دي بي تيست، هاجي عليها وهعمل تيبل جديد، نيو تيبل، والنيو تيبل ده هيبقى جواه الاي دي وده نوع انت، وعندي النيم وده ان باركر 50، تمام. وعندي ال نقول الايه الريج ديت، تاريخ التسجيل، ريك ديت ده هيبقى ديت مش ديت تايم، ديت بس، تمام. وعندي حاجة اسمها ريك تايم، وهي اللي هتشيل عندي التاريخ، ودي هتكون ان فار عشرة. وعندي حاجة أخيرة اسمها أتند، وده ان فار شار واحد. ده فلاج يا جماعة، عشان دايما لما اجي اعمل فلاج هقول لك على طريقة بسيطة قوي. انا عملت هنا مثلا، باجي على الايدنتيتي اخلي الاي دي يبقى كده اوتو انكريمنت، هاجي عند ديسكريبشن للانت، تمام، اقول هذا الحق للحضور رقم. طبعا المنطقة تقول لي لا، ده في حضور وتأخير وغياب. اه، ما انا بحدد لك بشكل مبسط وهسيب لك التركية دي. هي حاجة بسيطة اوي، هتزود انت ان الفلاج مثلا زيرو غياب، واحد تأخير، اتنين هو اللي هيبقى حضور ان تايم يعني في التوقيت بتاعي بس. خلاص انا هاجي هنا هسيب الكلام ده واسميه تن او ماشي اتن، يعني المشكلة بس ان انا عندي بروبرتي بنفس الاسم بس مش تفرق معايا، تمام كده. خلاص حفظنا الايه التيبل ده. تعالى بقى نعمل الابليكيشن بتاعنا، نفتح فيجوال ستوديو، نيو بروجكت، هنسميه اتند بروجكت على الديسكتوب. طب هو هيكون التصميم بتاعه ايه؟ تعالى كده ايه يعني نرتجل سويا كده، نعمل فورمه ولا حاجه او فورمتين، فورمتين، فورمه هدخل منها واشوف، وفورمه تانية هعمل منها التقارير او الاستعلامات بتاعي، تمام. ادي الفورمه الاولانيه او المين فورم بتاعي، هخليها البروبرتي بتاع الستارت بوزيشن هخليها سنتر، تمام. وهحط عليها داتا جريد، تمام. في عندي كام ليبل؟ نقول 3 ليبل، والليبل الاول اسمه نيم. طبعا الاي دي انا مش هدخل
دخلوا. الليبل التاني اسمه مثلا ديت، الليبل الاخير اسمه تايم. بعض الناس بقى هتبدأ تقول لي طيب انا محتاج ان انا احط تكست بوكس، او احط الاول بوتوم اهو، وليكن ده مثلا نيو، وعندي بوتوم تاني سيف. تكست بوكس، تكست بوكس هحط كمان تايم بيكر. انا همشي معاك واحدة واحدة. تعالى الاول نعمل مثال ونشوف الاخطاء بتاعنا، او احنا محتاجين نمشي ازاي، وبعد كده نبقى نشوف ازاي هنعالج المشاكل. هتقول لي طيب الديد تايم بيكر ممكن احط كمان ديد تايم بيكر تاني وهسجل فيها التايم. بس انت كده بتصعب المسألة على نفسك، لان الديد تايم بيكر اشهر البروبرتي بتاعه طبعا اللي هي الكاستم او فورمات كاستم. طبعا دي مرتبطة بالفورمات. الفورمات لو هي كاستم، يعني انا مثلا لو جيت هنا وقلت له ده الشكل بتاع ال SQL سيرفر year، بعدين مانس، والام كابيتال عشان الام لو سمول هتبقى منت، وبعدين دبل دي، وبعدين اجي يبقى انا الاول بحط له كاستم فورمات، وباجي هنا عند الفورمات بدل ما تبقى لونج بخليها كاستم. كده تلاحظ اختلف، بدا يقرا معايا البيانات بتاعتي. تمام. طبعا انا ممكن اجي واقول له عند اللوج هنا لا انا مش عايز لوج، انا عايز لونج، لا انا عايز تايم، فبيعرض لي تايم. بس لما اجي اكسكيوت او ارن هديباج الابلكيشن بتاعي، لما اجي هفتح الساعه دلوقتي 2:10 او 2:06 دقايق، تمام مساء او بعد الظهر. طيب انا لو ضغطت هنا هيفتح معايا صح ولا مش هيفتح؟ تمام. تعالى كده نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. بفتح، لا ده كالندر. تمام. فانت كده بتصعب على نفسك قوي. لا انا اللي انا محتاجه منك ان انت ممكن مثلا تيجي على الديت ده تحط لي الفورمات اللي انا حطيته هنا مثلا، لو انت حابب يعني ديت تايم، لان كده كده احنا هندلع من الكود عند الكاستم، واجي هنا عند الفورمات اخلي كاستم. طيب امال ده هعمل ايه؟ هشيله واحط ليبل، احط ليبل يعني اشتغل ليبل. وهقول لك الليبل ده هنشتغل بيه ازاي. تمام. عشان اكون واضح معاك هبقى محتاج كمان ليبل تاني، واحط ماسك. طيب قبل ما احط الماسك تعالى احط تكست بوكس، واقول لك انا ليه حطيت تكست بوكس، وهنحط كمان تايمر. تمام. وهخلي ده حاجة اسمها meeting time او on time، يعني التوقيت بتاعك امتى بالظبط. من منطقي دلوقتي انا بقول لك احنا هنعمل meeting، تمام، جمعية عمومية او اي حاجة بقى، فعايزين نعمل لها meeting. فانت كل مرة هتكتب انت رقم الاجتماع. افرض ان في عندي اجتماع طارئ الساعة 5 مثلا، يبقى الحضور اللي هيجي الساعة 5، 5:10 ده اوت. تمام. فانا بحط هنا التايم بتاع بدء الجلسه مثلا او بدء الميتنج. لو هي حاجه فيكسد طبعا هتبقى مثبتها، فهحطها في كومبو بوكس، وممكن اسيبها جوه الداتابيز، ممكن اعمل حاجات كتير قوي.
لما بحطها في تكست بوكس بتبقى صعبة عليا قوي شكلها، لان طبعا الوقت احنا معروفين ان الوقت له فورمات معين لازم اكتبه، فبستخدم حاجة بدل التكست بوكس، اشيل التكست بوكس واحط ماسك تكست بوكس. تمام، هعرفك ازاي هنهندل الماسك تكست بوكس بتاعك. تمام، اولا هبدأ بقى ابرمج الفورمة. انا كده عملت فورمة، ممكن ابقى محتاج اعمل فورمة كمان عشان يبقى خلصنا الديزاين بتاعنا. ادي نيو فورم، ضفنا نيو فورم اللي هي فورم 2. تمام، وهبدأ احط عليها داتا جريد فيو، وهحط عليها 3 زراير. تمام، هبدأ دلوقتي ازود 3 زراير. هادي الزرار الاول، وهادي الزرار التاني، وهنزود زرار تالت مثلا، خليهم بس في بعض واحد. بس للشكل مش اكتر، بس كده. تمام، ده هيبقى شغل قول كل الناس اللي جت متأخر، اللي جت في ميعادها الاون تايم، الناس اللي جت في موعدها بالظبط، الناس اللي ايه اللي او الناس اللي جت متأخر. تمام، هنحفظ الفورمة ونخليها جوه الشكل. نركز بقى من دلوقتي، انا عايز دلوقتي احفظ بيانات الناس. انا عامل تايم هنا، التايم ده هاجي اخلي الانيبل بتاعه بترو، وهاجي هنا ازود القيمه بتاعه زيرو، يعني هشتغل كل ثانيه. طيب في حدث التيك تاك انا محتاج بقى احط للتايمر ده كود علشان يبدا يشتغل معايا. تمام، طيب هخش التايمر بتاعي وابدا اقول له ان ليبل، هو كان ليبل 4 دوت تكست ايكوال ديت تايم، ديت تايم الاستراكشر ديت تايم دوت ناو، انا عايز التوقيت بتاعي دوت ناو. طبعا عشان احطه في شكل فهقول له ايه دوت تو سترينج، لانه هيتحط في سترينج. ممكن اطلع من هنا على طول بالفورمات بتاعه، يعني السترنجات ممكن امرر لها فورمات. ايه الفورمات بتاعي؟ اتش تي تي او اتش اتش، وبعدين نقطتين فوق بعض ام ام والام سمول، وبعدين اس اس، يبقى انا كده بقول له ساعات دقايق ثواني مسافه تي تي صباحا ومساء، وابدا اقفل القوس بتاعي واديه السيمي كولوم كده. يبقى انا اول ما هيشتغل هيحصل تنفيذ للكلام. بس تأكيدا انا هاخد الكود ده، بس قبل ما اوريهالك تعال نقول له بلاي كده، ادي رن. هتلاحظ انه هيقف شويه وبعدين يشتغل. طب انا مش عايز التأخير ده، الراجل يعني هشغل ابلكيشن هيبقى باين قوي اللي بيحصل ده، فهاخد كوبي من الشكل ده. تمام، طبعا في ناس هتقول لي طب ما انا ممكن احطه تحت الانشلايز ويبدأ يشتغل على طول، يعني وانا بنادي مش في الحدث قبلها. لا، انا هاخد كوبي وهبدأ احطه في حدث الفورم نود بتاعتي، هكرر بس الامر ده. معناه مجرد ما اقول له رن هروح جاي ايه، احنا بنحلها بابسط الاشكال بس عشان تبقى عارف. بدأ يشتغل معايا وده تايمر. تمام، طيب الراجل المفروض قبل ما هيعمل اي حاجة هيحط لي هنا تاريخ الاجتماع اللي هيثبت عليه الناس كلها. كويس، طيب هيدخل التاريخ ده ازاي؟ هاجي على الفورمه، على الماسك بتاع التكست بوكس، في خاصيه عندي اسمها ماسك، فين هي؟ اهي ماسك.
تمام، ضغطنا عليها تمام، وهبدأ أقول له لا ده أنا عايز تايم، أنا عايز توقيت. فبدأ يقول لي الشكل التايم بتاعك هيبقى دقايق وساعات ودقايق. ماشي موافق بنظام ال 12 ساعة. ماشي يعني طبعا لو انت عايزه برضه بنظام ال 24 ساعة، بس ده بيلخبط شوية عادي. طب بعد ما هختارها واقول له اوكي، تلاحظ كده انه اتكتب او اتحط لي خانتين كده علشان الراجل يبدأ يدخل مين التايم بتاعي. كويس اوي، يبقى انا عرفت ان انا هسجل الكلام ده اول مرة. طيب عندي مشكلة تانية، ايه هي؟ انا عايز لما اضغط على نيو ده تحصل شوية احداث تمام، واعرف الراجل سجل فين، الراجل سجل الميتنج التايم بتاع الميتنج فين. فهاجي الاول في تحت الانشلايز بتاعي ابدا اقول له انا عندي سترنجايه جنرال، المفروض السترنجايه ديت وات ايفر بقى كان مثلا ميتنج تايم تساوي فور. يبقى انا كده هبقى احط في السترنجايه ديت هحط جواها اللي هيكتبه الراجل. طيب نفترض ان الراجل ضغط على نيو، تعالى الاول نعمل حاجه لذيذه قوي. انا عايز لما اضغط على نيو سيف وشو وكويري يقفوا، يعني يكونوا في الاصل هما مش شغالين. يعني ده المفروض سيف ده يكون الانيبل بتاعه فولس بدل ترو معايا. يبقى انا دلوقتي ده بوتوم 1، ده بوتوم 2، ده بوتوم 3. تعالى في نيو ده اروح جاي عليه كده واروح قايل له خلي بالك بوتوم 1 دوت انيبل ايكوال فولس. دي ده شكل يعني شكل بس علشان يبين افكت انت بتعمل ايه على الفول. طيب 2 دوت انيبل equal true، يبقى مين اللي هيبقى شغال؟ السيف. كويس. طيب وبوتوم 3 اللي هو بتاع مين؟ بتاع الشو تمام equal false، يبقى انا كده قفلت الاثنين دول. طيب ما انا محتاج اعكس الكلام ده امتى؟ ها طبعا مجرد ما اضغط على نيو ده المفروض ان تكست بوكس 1 دوت فوكس يبقى جواه مين؟ كويس قوي، ده لما اضغط على نيو. واجي هنا واروح جاي قايل له اف، لا بلاش اف هنا انا هعملها في السيف تمام. كويس. طيب انا جيت هنا اتعمل بلاي ران، بدأت اضغط على نيو، تلاحظ ان سيف اشتغل ونيو وشو ايه بقى دو سيف. طيب اعكس الكلام ده في مين؟ في السيف. المفروض بعد ما اضغط سيف، بعد ما اضغط سيف خالص الحدث ده يختلف، يعني ده ايكوال ترو وده ايكوال ترو، وترو يبقى فولس. يعني لحد دلوقتي كلها حاجات بديهية وسهلة ومعروفة. كويس. طيب هعمل سيف. طيب جيت هنا بقى عايز اتأكد لما الراجل هيضغط ان هو دخل قيمة ولا لا تمام. طيب في حاجة قبل ده كله، انت شغلتني مع الداتابيز ولا لسه؟ لا لسه. طب ما تشغلني كده مع الداتابيز. حاضر، تعالى نزود اللينك تو سيكوال، هضيف ايتم هو عبارة عن لينك تو سيكوال هنسميها دي بي اتن، نقول له اد، هضيف شوية لايبراري ويبدأ يطلع لي ايه الشكل بتاع الدي بي ام ال تمام. هبدأ أروح للسيرفر اكسبلور تمام، أعمل كونكشن جديد، أنا عامل الداتابيس بتاعي على
الاكسبريس SQL اكسبريس. تمام، طيب ودينا كده اللي عندك. تعمل بس ريفرش، مش حاسس بيه. تمام، افتح بقى كده. في عندي دي بي تيست، تيست كونكشن ساكسفون. اوكي، المفروض كده ان انا اتعمل لي كونكشن اهو. لا طبعا ارتبط بالماستر، مش محتاج انا الكونكشن ده، امسحه. كويس، طب الكونكشن ده التيبل اللي عندي احنا اتفقنا ان هو تيبل ايه؟ اتندنس، مجموعة الايه؟ الكولومز او الفيلدز اللي جوه. هدراج لو داخل هنا، هيتعمل لي الدايجرام بتاعه. تمام مظبوط، ابدأ اسيف الكلام ده واقفل الصفحة ديت. جوه الانيشلايز بتاعي تحت هنا في الانيشلايز، هاجي هنا واقول له اسمها طبعا موجودة عندي في السوليوشن، اقول له يا دي بي اتند كونتكست بتساوي دي بي اتند ايكوال نيو دي بي. خلاص كده انا خدت الانستنس. تمام، طيب انا عايز لما اضغط على نيو ما يعملش اي حاجه غير التباديل والتوفير اللي احنا قلنا عليها ديت، وطبعا يتاكد ان التكست بوكس فاضي، يعني يعمل تكست بوكس دوت كلير يفرغه. تمام، شويه اوامر كده، لكن العمل كله هيتم فين؟ في السيف. طيب لما اضغط على السيف بقول له بقى في السيف نمره واحد اف ان ماسك تكست بوكس دوت تكست ايكوال فاضي، في الحالة ديت تعالى هنا وطلع لي المسج بوكس. طبعا هو هنا هيعديها، يعني مش هيحصل حاجة، وهقول لك ايه. هنا طبعا تكست الماسك تكست بوكس ما بتعملش زي التكست بوكس بالظبط، فاقول له هنا يو ماست فيرست ميتنج تايم. طبعا الكلام ده كله نسينا الدبل كوتيشن ده، لا لو لاقي ايه. وفي الحالة ديت الماسك تكست بوكس دوت فوكس، نروح اقف عنده عشان اعرفني ان انا واقف هنا، واعمل لي ريتير. لو انا جيت عملت الكلام ده كده، وبدأت اقول له نيو هو فاضي اهو، قلت له سيف، تلاحظ انه ما عملش اي حاجه. ليه؟ لان الفاضي بتاعه معناه ان انا اخد كوبي من الماسك او الشكل بتاعه وابدا احطه هنا. لو انت بالشكل ده تمام، ونشوف بقى الرسالة هتطلع ولا لا. نرن، بدأت اقول له سيف، قال لي لازم الاول تدخل تايم عندي، وقف عندي هناك. تمام، طب قلت له زيرو مثلا 2:30 الميعاد الساعة 2:30. تمام، سيف قبل مني وبدأ يدخل القيمة الثابتة دي. طيب كويس أوي، أنا كده عملت أول حاجة إن أنا خدت التكست بوكس، عرفت قيمته. طيب ده الفاليديت اللي أنا عامله البسيط ده. طب نخش بقى على النقطة التانية. طيب أنا هنا عايز آخد الأتند تي إيكوال نيو، ده انستنس من التيبل، من الكلاس بتاع التيبل. تمام،
باجي هنا بقول له الاي تي دوت دوت الاي دي، طبعا هو هياخده لانه اوتو انكريمنت، النيم بيساوي تكست بوكس 1 دوت تكست، تمام. وبعدين يا اي تي دوت الريج تايم، التاريخ بتاعك انت هتاخده منين، بقول له انت هتاخده من دي تي بيكر، من عندي دي تي بيكر 1 دي تايم بيكر 1 دوت فاليو، دي القيمة اللي هو هشيلها هتاخدها وتحطها لي في القيمة. طبعا انا لو محتاج ان انا احطها بشكل معين او اعمل عليها اي حاجة ممكن اشتغل بيها عادي، مفيش اي مشاكل، بس انا هسيبها بشكل عادي. طيب فاضل عندي الديت، نرجع كده للداتابيس سريعا عشان الناس تفتكر معايا. انا كشكل تيبل يعني ريفرش هنا عشان التيبل يبقى ظاهر، انا محتاج ان التيبل يتسجل فيه النيم والتاريخ والوقت، وبعدين الاتند، والاتند ده بناء على مين؟ على التاريخ، والتاريخ ده بناء على التاريخ الثابت اللي موجود عندي على الفورم. كويس قوي. طيب انا هاجي هنا وهقول له انا عايزك تاخد بقى string x equal، ده متغير في النص كده بيساوي date time dot now، انا عايز تاريخ دلوقت او وقت دلوقت دوت تو سترينج، وهاخد السترنجايه ديت على تي. يعني ايه ده؟ معناه تي سمول اس، انا محتاج الساعه دلوقتي والدقايق، ده معنى الكلام اللي حصل دلوقتي، تمام. يبقى تو جيت ذا تايم اور مينت، تمام. طيب الكلام ده هيفيدني بايه؟ ابدا اقول له يا بي دوت، ما انا عايز اسجل اي تي دوت، انت مش عندك حاجه اسمها ريج تايم؟ الريج تايم ده ايكوال اكس، هتاخده تحطه في اكس، مش اكس ده سترنجايه وهو ان فاركار هناك، تمام، قبله. لا طب ما انا ما عملتش مقارنه لسه، ما عرفتش ان كان الراجل ده هيحضر او حضر ان تايم ولا لا. هفصل كده معاك وتعالى نعرف بالراحه كده هنعمل ايه. في عندي حاجتين دلوقتي، في عندي حاجه انا معرفها فوق خالص اسمها مين؟ ميتنج تايم. طب ويا الميتنج تايم دي عباره عن ايه؟ هي ميتنج تايم هي عباره عن ايكوال الماسك تكست بوكس دوت تكست، بس مفيش اي اختراع يعني، خد لي اللي في التكست بوكس حطه في القيمه دي. طيب انا دلوقتي بقى معايا اكس اللي جواها لحظه ما الراجل اتسجل، او واحد لحظه ما الراجل دخل، وبقى معايا تاريخ ثابت للمحاضره ديت او الميتنج او الجلسه دي، تمام. المفروض الناس كلها تتقارن بالتاريخ ده، كويس، وهي جايه تسجل، كويس جدا، مفيش اي مشكله. طيب المشكلة ان الاتنين سترنجات وانا عايز اتعامل معاهم على انهم تواريخ، فهاجي هنا اقول له ديت، انا عايز تاريخ هيبقى من نوع ديت تايم اسمه ايه؟ ماستر مثلا ديت، او تايم ماستر تايم التاريخ الرئيسي او العنوان الوقت الرئيسي. كونفيرت، هحول مين بقى؟ هحول دوت تو ديت اند تايم لمين؟ لقيمة مين؟ ها هو مين اللي شال التاريخ الاصلي؟ ها مين اللي شال التاريخ الاصلي؟ ميتنج، صح. يبقى انا كده خدت ميتنج اللي هو موجود في الماسك حطيته هناك، انا بس بعملها بشكل مفكك قوي عشان الناس تفهمها واحده واحده. طيب وعايز تاريخ بقى ديت تايم، تاريخ اللي الراجل اتسجل بيه اللي هو مين؟ الريال تايم، تاريخه الفعلي او وقت دخوله الفعلي، ده بيساوي الكوما الكونفيرت
دوت 2 برضو ديت ان تايم لمين؟ لقيمة الاكس، مش الاكس ده اللي هو شايل اللي كتبه. كويس، بقى معايا كده تاريخ بداية وتاريخ نهاية، ستارت تايم واند تايم او ريال تايم وماستر تايم، التاريخ الاولاني والتاريخ الثاني، الاف العادية خالص، وابدأ اقول له لو الماستر اسف لو نعكس لو الريال تايم اقل من او بيساوي، يعني اقل من يعني ايه؟ يعني الراجل ده جه في ميعاده او لا، يعني في ميعاده بالظبط او جه قبله بشويه. تمام، قبل الماستر تايم. في الحاله ديت المفروض ان الراجل ده اقول له انت يا بي دوت اي تي. تمام، دوت اي تي ده اللي هو الجدول، مش في حاجه اسمها اتند؟ اتند، اتند 1 ده اللي هو مين؟ مش اسم الجدول ده، اسم الفيلد. تمام، دوت او اسف ايكوال انت بتساوي 1، هو كده يبقى حاضر. طب إلس لو ما كانش، يبقى في الحاله دي يا اي تي دوت attend one equal zero. تمام، يبقى هي كده اتظبطت معايا attend و attend ايه؟ one. تمام، طيب يبقى الراجل دلوقتي المفروض انه هيتسجل له حاجات وهبدأ اشتغل عليها، صح؟ طيب ما تيجي نعمل مثال نشوف الكلام ده هيشتغل ولا لا. تمام، طيب تعالى نبلاي كده، وهفتح ادي ستارت ران، وفاتح مين؟ الشغل بتاع الداتابيز معانا. تمام، ركز يا عمرو، هبدأ اكتب هنا مثلا سالب. تمام، وكتبت نيو، فطبعا هو لغى لان المفروض ان انا بعد نيو اكتب. ماشي سعيد، تمام، سيف، هيطلع لي رساله ويقول لي لا اكتب لي تاريخ. انا هنا ماشي، هقول له انا 2/31 بالظبط. تمام، وقلت له سيف، المفروض كده ان هو سجل. طبعا احنا ما طلعناش رساله، هي بقت 32 صح؟ طيب بعدها رحت قايل نيو احمد او عمرو، والتاريخ ده ثابت معايا اهو، ورحت قايل له سيف. المفروض يتسجل عندي في قاعده البيانات اتنين بس، واحد بعد الميعاد وواحد في الميعاد. معنى كده ان واحد خد زيرو وواحد خد ايه؟ 1. ده لو الكلام مظبوط. طب تعالى كده نكسكيوت جوه الداتابيز. مفيش اي حاجة حصلت. انا عندي مشكلة عشان اسم الجدول. لا مفيش اي مشكلة، صح؟ اللي انا عملته ده هو ما سجلش، صح؟ زي ما تمام، زي ما الفكرة فين؟ هو انا بعد ما خلصت الكلام ده هو ما حفظت حاجه يا شباب. ها فاضل ايه؟ فاضل بقى ان انا اقول له سيف. سيف ده يعني ايه؟ اجي بقى واقول له انا مسميها فوق ايه؟ دي دي. تمام، دي ايه دوت، انا عايز الاتندنس دوت اون انسيرت اون سبميت لمين؟ للكائن اللي اسمه جي دي. تمام، ويا ريت يا دي بي دي بي اي دوت سبميت تشينج. تمام، وطلع لي المسج بوكس
دوت شو، قول لي فيها سيفين از كومبليت. شكرا. تعالى بقى ننفذ الكلام ده تاني. خلي بالك الساعة عندك، الساعة عندي تحت 2:34 دقيقة، وادي الداتابيس. هل انا جيت هنا نيو سيد، واحد جاي هنا بسرعة كاتب 0 2 و 3 4 وضابط سيف. تم تمام. طيب رحت ضابط نيو وكتبت عمرو، تمام، ورحت قايل له سيف. بص بص هي بقت كام؟ بقت 35 صح؟ رحت قايل له سيف. ها كده تسجل الاثنين. حلو. لما اجي هنا بقى واقول له اكسكيوت، لقيت عندي سعيد واخد كام؟ 0 و عمرو واخد 0. لا كده في مشكلة، كده في حاجة غلط. ليه؟ ان انا مسجل وقت مكان التايم بتاعي بالظبط. طيب نرجع كده الكود بتاع السيف بتاعنا. وانا بصراحه مش حابب قوي فكره ان انا ده اتند بنفس اسم التيبل، فانا يعني اعذروني عايز اعدله، هشيل بس الدي دي وهعمل سيف. طب هعدل في البروجكت بتاعي ايه؟ لا كل اللي حضرتك هتعمله هاجي على دي بي ايه، تمام، هديليت الكلام ده واقف هنا، اعمل ريفرش، شال هو دي، هدرج له تاني نفس البروبرتي نفس كل حاجة، واعمل له سيف واقفل. جاست بس ان انا هاجي هنا الاسامي دي هتبقى مختلفة شوية، بس بنفس الاختلاف اللي انا عملته. تمام. طيب انا بس هراجع معاك كود تاني كده. يبقى انا دلوقتي اديته ماسك، خدت التايم، التايم حطيته في ريال، تمام، مظبوط كده الكود كله المفترض كده سليم 100%. تمام. هنعمل بريك هنا وابدأ اشوف الدنيا. رايح حبيبي نيو اس 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 02 02، وهنا مثلا 3 8 3 8، معنى كده ان هو المفروض ياخد 1. المفروض ان هو كده 3 8 فعلا.
طيب انا هاجي هنا واغير حاجة واحدة بس، لو الريال اقل ما هو الريال دايما، لا صح انا بديله توقيت في نفس توقيته صح. طيب اوريك انا الفكرة ديت هنوضحها ازاي دلوقتي. لو انا قلت مثلا 4 وربع او 3 الا ربع، هي 0 2 4 5 تمام. المفترض بقى ان انا دلوقتي مثلا اس ده تمام، واخد برضو 0. ليه واخد 0؟ 42 انا مديله 45، معنى كده ان ده 45. انا كده المفروض عكس الماستر صح كده، الماستر يكون اقل من الريال. طول ما الماستر، لا طول ما الريال هو اللي اقل من او بيساوي الماستر، يبقى انا كده راجل جاي في معادي فاخد 1. طب لو انا متأخر، طب المشكلة عندي يعني ديد تايم بيساوي ايه؟ سترينج جاية دي تي تمام. ممكن ناخد ده اهو، انا لو جيت هنا كده كتبت كده انا بس عايز اعرف المشكلة فين بالظبط. معلش نبص تاني على الداتابيس كده، هي اكس اللي هي بتساوي كام؟ مظبوط. طيب نشغل بقى البريكاي ونشوف الدنيا واقفة معانا هنا دي. اكس بقت فيها 4.5. طيب تريد تايم ماشي 45. طيب ده نل، هاتي 45 وده. طيب اتنين 45 ده المصدر أو الميت، هذا وده
43، معنى كده إن فعليا 43 أقل من أو بيساوي المشكلة هنا ده صباحا ده ايه؟ مساء. مشكلة ملهاش حل. شفت المشكلة دي؟ لأن التي اللي أنا حاططها ديت معناها إن أنا بقول له ايه؟ خد معايا صباحا ومساء، هو بياخد الإم بتاعت ناو. تمام؟ 45 اللي أنا كاتبها ديت أنا مش كاتب جنبها صباحا ولا مساء. تمام اهو. طب دي هنحلها ازاي؟ مشكلة واضحة واضحة دلوقتي، ما يعني في الجون، ما لو كنا قعدنا ندور في الكود استحالة، هي بس في الايه، في الريزلت عندك في الاوتو طالع ان واحد صباحا والتاني ايه، مساء. طيب دي اقدر اهندلها؟ ينفع ان انا هندلها. انا هاجي هنا بدل ما اقول له تي، لا انا عايز اتش اتش تي دي الفورمات العادية، لا انا هقول له بلاش تي، ان تي هياخد لي معاها بيضيف هنا مسافة كده وبياخد حاجة اسمها تي تي. تمام؟ لا انا هقول له هي اتش اتش وبتن فوق بعض ام ام، انا عايز الفورمات دي بس. تمام؟ مليش بقى لا صباحا ولا مساء ولا الكلام ده كله. لو جيت هنا عملت سيف ونعمل بقى اكسكيوت تاني كده على الداتابيس بتاعنا، طبعا كل اللي اتسجل مفيش، مش باين طبعا القيمة واحدة اللي بتطلع. هاجي هنا واكتب اس اس اس. تمام؟ جيت هنا قلت طبعا في فاليديت كتير لازم يتعمل، 2 0 2 4 8 مثلا. تمام؟ وجيت هنا قلت له سي. تلاحظ ان انا بدخل لي رقم كام؟ واحد، لان ما عادش بيبص ان هي صباحا ولا مساء. في طرق تانية ممكن احلها، ممكن احلها باني اخد التايم نفسه من غير الام، او اضيف عليه ام. تمام؟ طب وهنضيف عليه الام دي ازاي؟ نفس الشكل، يعني انا لو جيت هو كده ورحت جاي قايل له كده تي تي بس خلاص، من غير مسافات، من غير اي حاجه. تعالى نقول له اكسكيوب كده. طبعا توقيتاتك كلها هتكون في توقيت واحد، تمام، او ماستر واحد. ده طبعا ممكن تسجله في جدول تاني للجلسة ان كان الميعاد الساعة كذا، عشان لو حد اعترض او حد اتكلم. 02 4 8، وانا جيت هنا سيفت. المفروض كده ان انا ليا احقية ان انا ايه، طبعا هي نزلت هنا مساء برضه. تمام؟ فهو واضح ان في مشكلة ان تي تي ناو هو قاريها على انها ايه، مساء، في حين ان الشكل بتاع الماسك اللي انا بديهوله هو قاري على انه ايه، صباح. تمام؟ يعني الاتنين ديت المفروض بنظام 24 ساعة. طيب اتأكد كده ان الماسك انا عامله بنظام 24 ساعة، دي ممكن تبقى مشكلة. المفترض ان هي كده مش هطلع انا كاستمر، يعني انا مش عايز اخش في نقطة ان انت كاستمر عشان ما يحصلش فيها مشاكل، فهنخليها على كده.
ثلاثة على الديفولت. سجلها مثلا برضو. طيب يبقى احنا عشان نطلع بس من المشكلة دي دلوقتي هنخليها ايه؟ هنشيل ال تي. اوبس، ده انا اللي عامل مشكلة من بدري. بس انا ما بشتغلش بدول. لا انا مش عايز اشتغل بيهم بقى خلاص، عشان تبقى المسألة موحدة. تمام. طيب نعمل بقى مثال اخير كده. طب نحط بالمرة بقى كود الشو، عشان يبقى كده خلصنا. يا انا كنت مسميه اهو. هتحصل مشكلة دلوقتي رهيبة، خليك فاكر المشكلة دي هتحصل دلوقتي. دوت اسم الفين، تمام. هاجي انا اقول داتا جريد فيو وان دوت داتا بص بس المشكلة دي هقول لك هتتحل ازاي وايه اللي طلع بسببها حال الوقت. تمام، هي حاجة بسيطة يعني. هاجي انا اقول نيو، تبقى اي كلام التلفزيون عشان اشوفه. تمام، واضغط سيف، يقول لي دخل قيمة، واقول له الساعة 2:30 او 55 دقيقة. المفروض كده ان انا جاي بدري. تمام، عملت شو، طبعا كل حاجة موجودة، فانا كده ايه حاضر. تمام. طب جه زميل تاني سي 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 سيف، المفروض برضو كنا حاضر. شو بقى، ها فين الراجل اللي هو سي سي ده؟ ما تسجلش. فين الكوبيهات دي؟ ما تسجلتش. لا اتسجلت في الداتابيز. موجودة ولا لا؟ موجودة بس ما ظهرتش عندي. ببساطة كده انا علشان كل البلوكات شغالة على حاجة واحدة بس، يعني شغالة على الاسم اللي فوق بس ده. تمام، طبعا ده هضطر ان انا اخده من هنا قط وارميه جوه عملية السيف، وارميه تاني بنيوهاية جوه مين؟ جوه البلوك بتاع التن. يبقى كده هيقدر يشتغل بيه. زيرو اتنين خمسة خمسة، زيرو اتنين، نقول مثلا 5:30. يبقى انا كده اتأخرت الساعة 5:30 دي. تمام، نيو، هاجي هنا اكتب اي كلام واقول له سيف شو، واللي اخر واحد ده زيرو. طيب اللي بعده هناك ده
لو جيت قلت له شو اتنينات ده هيظهر معايا تحت مود واخد هو كمان ايه زيرو، يبقى في ناس بقت وان وفي ناس بقت ايه بقت زيرو، التند بتاعها واضح. تمام، نيجي بقى للشو عشان نعمل الكويري بتاعنا او مشكلة الكويريز اللي هتشتغل بيها. هاجي هنا في الكويري واقول له فور تو اف ار ام تو او اوبجكت. تمام، ايكوال نيو فور تو و او فور دوت شو فاليو دايلوج. تعالى بقى نعمل بول، المفروض انه هيجيب لي كل الناس، هاخد انستنس من الكونست بتاعي. تمام، وابدأ اقول له دي بي طيب ايه رأيكم ان انا عايز حقول معينة، فاجي هنا اقول له بار اكس ايكوال لين كيو بقى فروم كيو ان دي بي اي دوت اتند. تمام، سيلكت نيو تحت المجموعة بتاعي كيو دوت النيم مش عايز الاي دي يظهر و كيو دوت والتايم. انت بقى متأخر مش متأخر الكلام ده ما يخصكش. تمام، يا داتا جريد فيو 1 دوت داتا سورس ايكوال اكس. تمام، ده معنى ايه؟ معنى ان انا مجرد ما اجي اعمل بلاي خلصت تسجيل الناس، فبضغط على كويري واضغط على اقول، فيطلع لي كل الناس بالتواريخ بتاعهم بالترتيبات بتاعهم. تمام، طيب نفس الكلام ده وكبيره وهزود بس وير، يعني اجي هنا اون تايم يعني الناس اللي حضرت، الناس اللي حضرت في ميعادها يعني اللي كان دوت وير اس اي ده افتراضا يعني. تمام، حيثما اس اي دوت اتن ايكوال وان اعمل سيلكت مش هعمل اي حاجه بس. تمام، انا هفكرك بس بالداتابيز 1 2 رقم 7 ورقم 8 ورقم 4. تمام، بص كده على الكويري اللي هيتعمل اهو 4 و7 و8 هما دول. تمام، معنى كده ان انا لو عايز اجيب الناس اللي ما حضرت متاخر يعني ملهاش حق، او الناس اللي ما حضرتش اصلا، او اللي اتاخدت غياب، طبعا دي هتبقى حاله ثالثه. تمام، يعني نزود على الكفايه. واللي انا هعمله ان هاجي هنا وهاخد كوبي من نفس الكلام، بس هقول له بدل وير 1 هتبقى وير 0 بس. يبقى ده الكل، ده اللي حاضر بس، ده اللي جه متأخر. تمام،
فوضحت كده التقرير بتاعي أو الأشكال بتاعي عاملة إزاي. أرجو إن يكون الفيديو واضح، المسألة واضحة، وتبقى أرجو تكون واضحة كده يا عمرو، وإن شاء الله أحاول أوضحها بحاجة تانية. وياريت تقولي الفيديو موضح الموضوع ولا لأ، وأحاول أحط حاجة تانية في الديت بشكل أعمق، بس أنا حبيت أوضح لك إن هي بسيطة سهلة يعني تقدر تعملها في الداتابيز. إن شاء الله هيبقى في محاضرات بتجهز عن السيريزيشن والإنكريبشنز واللوكاليزيشن، خلصهم إن شاء الله ونتقابل فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرفقات هتبقى كلها ضمن الفيلم يا جماعة، بما فيها السكريبت بتاع الداتابيز والبروجكت نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.